بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق رياضة الهجنة العربية الأصيلة، الانطلاق يتواصل والتحية تستمر من ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا الشوط الرابع عشر والمخصص أيضا للزمول والثمانية كيلو مترات بهذه الشعارات والأسماء العملاقة، الأسماء التي دائما لها صولات وجولات في عالمنا الساحر، عالم رياضة الآباء والأجداد. فمرحبا وسهلا بهذه الشعارات القادمة من كل حد من وصوب للمشاركة هنا في هذا الميدان الذي دائما يشهد في قمة التحدي والتنافس. أسير مباشرة على البداية الأولى، أسير بهذا الاندفاع الجميل والمميز. هملول هناك أيضا على الصدارة، يتقدم علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود هنا بانطلاقة هملول. المركز الثاني في هذه اللحظات الوصول هناك ايضا من شاهين جمعة بن راشد بن سعيد بن حمد الفلاسي على المركز الثاني، بينما انتقل الى المركز الثالث وصل ايضا وتقدم غياث جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. نقلتنا الى المركز الرابع، وصول وتقدم ايضا من السيل سالم بن طالب بن سالم الف هيده المري اللي خذ المركز الرابع، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات في هذا المسار هذا هو نشوان، يتقدم محمد بن احمد بن سالم بن هويمل العامري وقادم من العين مدينة الخضرة والجمال. هذا هو شعار بن هويمل من يقدم لنا نشوان في هذا الانطلاق. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الاولى، ولكن يا هي اسماء يا هي شعارات من خلف الخمس المراكز الأولى. معنا 67 مشاركا باحثا عن الناموس. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. هنا عمالقة وكبار هناك أيضا في هذا الشوط. يا سلام، الشوط صعب هنا. لمن هذا الشوط؟ لمن ناموس هذا الشوط؟ ما بين هالشعارات لمن سيارة هذا الشوط؟ أعود إلى البداية الأولى، أعود إلى الصدارة، الاندفاع الذاتي بلا أوامر بلا تعليمات على الصدارة والمقدمة. هملول 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 على مقدمة هذا الشوط. علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر يتواجد على الصدارة. المركز الثاني وصول وتقدم من غياث جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري خذ المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصول وتقدم هناك شاهين جمعة بن راشد بن سعيد بن حمد الفلاسي اللي خذ المركز الثالث. نقلتنا إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، سيل جارف ياتي، وياتي السيل هنا ليسجل بانه صاحب المركز الرابع في هذه اللحظات. سالم بن طالب بن سالم الف هيده المري، بينما المركز الخامس بدا يتقدم شعار بن هويمل في هذه اللحظات بانطلاقه نشوان محمد بن احمد بن سالم بن هويمل العامري. هكذا النتيجه، والنتيجه ما تغيرت، ما تغيرت حتى هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك نشوان على البداية، نشوان ولكن هملول، هملول ما زال على البداية الأولى، هملول ما زال على صدارة هذا الشوط. علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر يقدم لنا هملول على البداية الأولى. المركز الثاني وصول وتقدم وتسلل في هذه اللحظات على المركز الثاني في هذه اللحظات. وصول هناك ايضا من شاهين، وصل نايب بن منصور ايضا الهاجري من يقدم ولكن بارود. الله
الله الله، صالح بن فلق بن حسين المري هنا وصل على المركز الثاني، شعار بالسجان في هذه اللحظات. بينما المركز الثالث وصول وتقدم هنا من غياث جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري، والمركز الرابع وصول من نشوان وصل وتقدم صاحب الترشيح صاحب العروضات الجميلة محمد بن أحمد بن سالم بن هويمل العامري من يقدم نشوان. بينما المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام مكلف علي بن ناصر بن سعيد ايضا بالشيبة من يتواجد في هذه اللحظات اللي خذ المركز الخامس. هكذا نتيجتنا للخمس المراكز الاولى، ولكن وين الاسماء وين الشعارات هنا القادمة هنا من المراكز الخلفية؟ ترقبوا لها مع الكيلو الاخير. اعود الى البداية الاولى، اعود الى الصدارة مع المركز الاول هنا حتى هذه اللحظات. هملول على البداية، هملول على الصدارة مع مقدمة هذا الشوط علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر. يا هي مال يا ابو مبخوت، يا هي مال يا ابو مبخوت لهذا الشعار مع البداية الاولى. المركز الثاني وصول من شعار بسيقان في هذه اللحظات. على المركز الثاني وصل البارود صالح بن فلق بن حسين ابو سيقان المري. بينما المركز الثالث وصل نشوان محمد بن احمد بن سالم بن هويمل العامري. المركز الرابع وصول وتقدم من مكلف علي بن ناصر بن سعيد الشيبة وصل على المركز الرابع. والمركز الخامس وصول من غياث في هذه اللحظات اللي خذ المركز الخامس. هناك جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة للخمس المراكز الأولى. السيارة تحتار، من هو سعيد الحظ؟ من هو سعيد الحظ؟ ما بين هالأسماء العملاقة، ما بين هالشعارات المميزة، ما بين الكبار وشعارات الكبار وشوط الكبار شوط القمة والتحدي، ما بين هالشعارات. الله الله الله، هملول ما زال على البداية، هملول ما زال على الصدارة بهذه الاندفاع. علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر يتواجد على الصدارة. بينما المركز الثاني، المركز الثاني وصول وتقدم البارود صالح بن فلق بن حسين المري وصل على المركز الثاني. بينما المركز الثالث في هذه اللحظات، هذا هو نشوان، هذا هو نشوان اللي قادم هناك من العين من دولة الامارات هنا للمشاركة في هذا الشوط. سلام يا العين، دار الزين هنا تحتفل بهذا الشعار بوصول نشوان محمد بن احمد بن سالم بن هويمل العامري. بينما المركز الرابع وصل مكلف علي بن ناصر بن سعيد الشابه والكوكبه رباعيه المربع الذهبي على المراكز الاماميه هنا. الامور ما تطمن، الامور ما تطمن يا ابو مبخوت على البدايه الاولى. بينما هناك الوصول والتقدم في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام، وصل مكلف علي بن ناصر بن سعيد الشيبة هناك ايضا يتواجد في هذه اللحظات. هكذا النتيجة للخمس المراكز الاولى، ولكن هناك شعار بن جبر وصول وتقدم هنا من غياث جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري اللي خذ المركز الخامس. تابع لي يا راعي مصيحة، شوف القدوم هنا من المراكز الخلفية في هذا المسار. اعود الى البداية الاولى، اعود الى الصدارة، اعود الى الامور هنا ايضا اللي في خطر، اللي في خطر هنا على صدارة هذا الشوط. هملول على الصدارة، هملول هملول على المقدمة. علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر يتواجد على الصدارة على مقدمة هذا الشوط. شعار بن هويمل، شعار بن هويمل وصل على المركز الثاني.
هناك أيضا بانطلاقة نشوان، بينما المركز الثالث وصول من مكلف علي بن ناصر من سعيد الشيبة اللي خذ المركز الثالث، أتابع من المركز الرابع في هذه اللحظات في هذا المسار. يا سلام يا سلام يا سلام، هناك أيضا شعارات قوية قادمة، شعارات قوية قادمة في هذه اللحظات، ولكن أشوف الشعارات بارود صالح بن فرج بن حسين أبو سيقان المري من يتواجد على المركز الرابع في هذه اللحظات، بينما تابع المركز الخامس وصول وتقدم هناك من الشهم جمعة بن عتيق بن جمعة بن محمد الرميثي. الله يا المحترف، الله يا المحترف، في يوم الاحتراف هذا هو الاحتراف الحقيقي، ولا فلا هنا. أعود إلى البداية، ركز يا بن هويمن، ركز بانطلاقة نشوان على البداية، نشوان على الصدارة هنا على المركز الأول، تابع يا من تتابع هنا، البداية هلولة، الصدارة هلولة، هذا هو نشوان، هذا هو نشوان على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول هنا. يتقدم جميع المشاركين محمد بن أحمد بن سالم بن هويمن العامري، بينما المركز الثاني وصول وتقدم من مكلف، مكلف والكيلو، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، بدينا بالعد التنازلي لهذه الأمتار المجنونة هنا، 900 متر الأخيرة، الناموس يحتار، الناموس يحتار، بنوك الانتاج، بنوك المستقبل هنا ايضا اللي تقدم في هذه اللحظات، اللي تقدم في هذه اللحظات. هناك مكلف على البداية هلولة، مكلف على الصدارة مع المركز الاول في هذه اللحظات، هذا هو مكلف. هناك ايضا يتواجد علي بن ناصر بن سعيد الشيبة، الله الله، ولكن اشوف اللي قادم، اشوف اللي قادم، البارود ولا مكلف، نشوان قادم هنا، نشوان بن هويمل مكلف، مكلف، وهناك نشوان، ولكن البارود على البداية هلولة، البارود على الصدارة، صالح بن فرج بن حسين بوسيقان المري. الله يا بن هويمل، بيسويها بن هويمل، نشوان نشوان نشوان، الناموس يعبر الحدود إلى دولة الإمارات. سلام يا العين سلام، سلام يا العين سلام، سلام إلى دار الزين، مدينة الخضرة والجمال، فحافظ على السلالة يا بن هويمل. بينما المركز الثاني بارود صالح بن فرج بن حسين بسيقان المري، بينما اللي اخذ المركز الثالث وصول وتقدم هناك ايضا من الشام جمعه بن عتيق بن جمعه بن محمد الرميثي، واللي اخذ المركز الرابع وصل ايضا وتقدم كلف علي بن ناصر بسعيد الشيبه، والمركز الخامس 54. لحظات وصول وتقدم من شايم، هذا ما يبنى له طاري، مصبح بن خلفاء بن مصبح بن محمد الكيبالي. هكذا نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا ايضا والناموس هناك ايضا، وايضا وصول وتقدم من نشوان محمد بن احمد بن سالم بن هويم العامري، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 57 اربع اجزاء من الثانيه. سلام يا العين سلام، بينما المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام ايضا وصول وتقدم من بارود صالح بن فرج بن حسين بسيقان المري، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 57 اجزاء من الثانيه. بينما المركز الثالث ايضا وصل ايضا وتقدم الشهم جمعة بن عتيق بن جمعة بن محمد الرميثي، وتوقيته الزمني 13 دقيقة ثانية جزءا يتيما من الثانية. تهانينا والناموس.